السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، معكم إبراهيم فؤاد وفيديو جديد على قناتي اف دي إبراهيم. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو حضرتك أو حضرتك مش مشتركة اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. النهاردة هنتكلم على مكنة العراوي من بلازر. طبعا مكنة العراوي زي أي نوع مكنة سواء سنجل أو أوفر، في منها العادي، في منها النص كمبيوتر، وفي منها الكمبيوتر كامل. إن شاء الله هعرفكم طريقة التشغيل بتاع المكنة وشكل العروة بتاع المكنة العادية. دي مكنة عراوي عادية مش كمبيوتر ولا نص كمبيوتر. هنشوف مع بعض ازاي هتعمل عراوي. العراوي اللي هي بتكون الفتحة دي، تمام كده، الفتحة دي اللي هيركب فيها الزرار، يعني دي عشان نقفل بيها الزرار. للي ما يعرفش العراوي بيعمل ايه، العراوي بتعمل الفتحة دي. هنشوف مع بعض طريقة التشغيل وشكل العروة بتاع المكنة العادية. لو مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد. وان شاء الله هيكون في فيديو تاني هعرفك شكل المكنة الكمبيوتر كامل، تمام كده، وشكل العروة بتاعتها. وهيكون في فيديو تاني بعد ده بإذن الله عن مكنة الزراير، سواء من بلازر عادية او المكنة كمبيوتر كامل، يعني بتركب الزرار، هي اللي هتاخد الزرار وهي اللي هتركبه. ان شاء الله يكون في الفيديو ده. يلا بينا نشوف. كان الغرزة من غرزة المكنة. وهي صورة على المتاكد اهو.